احترام النشيد الوطني les installs recovery avec et la supervision du centre d'autorisation ça a toujours bloqué ça ça a même réduit à presque année موضوع هذا اللقاء المبرمج اليوم يشكل أولوية قصوى لما له من مزايا تعود بالإيجاب على رقمنة كافة الإجراءات المتعلقة بجمركية البضائع في إطار تقدم سيولة التحول الرقمي للقطاع الجمركي والتي تستهدف حالياً مختلف تراخيص الإدارية المسبقة المسلمة من طرف مختلف القطاعات الوزارية المعنية ولتحقيق هذا المسعى فإن التعزيز أواصر التعاون الوثيق بين مصالح الجمارك ومختلف شركائها والمبني على تبادل المعارف والخبرات وكذا إرساء قواعد الربط البيني لهو أمر ضروري في سبيل ترقية الخدمة العمومية وتسهيل الإجراءات والمعاملات الإدارية جعل قطاع النقل بمثابة رافعة أساسية للاقتصاد الوطني حتى يتسنى لكل المتدخلين في الأنشطة المينائية إتمام الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية في أجل وتكلفة قياسيين من خلال رقمنة كل الوثائق المتعلقة بهذه العملية وهذه العمليات وبقصد تمكين الهيئات أذكر بها التجارة الفلاحة والجمركية من المراقبة والتقييم الدقيقين لعملية المطابقة وإتمام عمليات مراقبة السلع في أجل قصير جداً كان لا مندوحة من إدراج نظام معلومات مدمج ألساس وأبسياس يتعلقان على التوالي بالمديرية العامة للجمارك ومجمع الخدمات المينائية سيربور وسيكون موصولا بالتدريج بنظام معلومات خاصة بالتجارة الفلاحة والبنوك ثم مع مؤسسات حكومية أخرى بغرض تبادل المعلومات وتسريع إرسال الوثائق إن هذا اللقاء الذي يجمعنا اليوم يترجم المساعي الحديثة التي تلتزم بها هيئات الدولة لمواجهة التحديات في ظل صون السيادة الاقتصادية وتعزيز دور الرقمنة على كافة المستويات التي أضحت ضرورة لا مناص منها لكسب رهان التحولات الاستراتيجية التي تصبو إليها السلطات العليا للبلاد تحت القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني المعتمدة في نهجها على تسخير كل طاقات الأمة لإنجاح رؤية 2020-2030 لسياسة التجارة الخارجية ومواصلة تشييد حجمة الإصلاحات الواسعة الرامية إلى إرساء نموذج اقتصادي منفتح ومتنوع ومحفز للاستثمار.